بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله أجمعين. يوانا عزيزكان صلاوي خواهي قبرتان لبن ديارا يكيك لو بابتها نكاياني كأمرو زور بجيومانا عشيو لملوالاي بستين بريتيا لقرانا ومان بوميجو يا جيرانوي أمستردامية بوميجو رابدو يا بمصطلحي كتير ولم بدستواجي كتير ولم واسيركين كميجو دينا روداوكاني ناو ميجو وكو دين سيركري ويا أيوات همان روداو وهمان فورم بن بني أمستردامشا بكريت ولمستردامشا همان فورم دوباره بيتو أبيو حقا تبزانين وألكي زانايانا كبلين ميجو دين نيا وميزو مصدر تشريعي إيمانية وميزو رابدوية كالروشتوة لشاككاني إسفادة أكينو لخلافكاني شيدورة كوينوة لقال وشا يكي قلوب عبتانش كزور يخي هما نقري بريتيا لشري دستواجه كان شري الزاراوة كان أو زاراوة إسلامياني كلاستدامي كابكار هاتون لوانه بهمان فرمو بهمان واتا و ایوید لمس دمشا حقوقی بکاری بینه ببی ایوید گره اینو با مرجع اصلی که ورسد چاوه سرکی که ما بس لم واتای ما بس لم وشه یا ام دستواشه و ام صلاحه چی واتای که هل گیتو چی معنای اگه اینه ببی گره اینو یسر ایوید کتو متهمو او بابتا یا او صلاحه لمس دمده بسد چینه که ببره ببی جاوازی ويا حزم كيد لم در فتله خذبت اوي بريزا لدبت لبر روشتاي رو داوكاني امس دمو اشتهنو كيكاني امس دمي خمان كبي جوبيستي بنو بيني معنا چند استواجيك تنها ددشا كينو هند قسيل سركين كبكوتي يكي جلو استواجانا ك زور امرو لصاحي سياسي اسلام روشغادا وجودي هي بليتي لمساله كويلغتنو بابتي رق بابتي بنداتي بكويلكدن شتيكا لذا دا دوباره بو تو دوباره اکریتوم کته که اگر تینو بو میجو اسلامی لسدم اسلامی پیروز ده او از دانین بندایتی کویل کدنش تک نه اسلام دای هنه به و بابت کجنیه اسلام خودی خو خوازیاری بو به وجودی هبه روب دال کومل گایه و یک که اسلام هات بسره واقعه دا کوت که او بابتی تیابو کابو خودی رد با کویل کدینی انسان کانو با کویل گدینی که کنی زکو بابت کانیتر شتیک نبود لخودی خلقلای خودی اسلام بیه با کو واقعی بود که لکمال گذا روی داو لپش اسلام با چندین نظران سال وجودی ها بود اما خاله کتر من لگل وشا که اسلام که تکهات او کمال گیه و زورش ارزومن بود که ابی او بابت بند برکا بایه که با محاولاتی زورو و هر واحد پیودان گیزوری بودانه بایی چهره سریب کم دواتر مسئله با کویل گدنی یا خو با کویل کردن تایبود بود تنها با جنگ و تنها پیوندی ها و بد بکار و بارک و کلنا و شروع لکاتی جنگ آبه جگلوا بابتی کویل گدن لیسلام دا با حلال و دروز دانه رابو همو اما لمجتمع اسلامی واقع که با شوازه بود بلا هم کاتی که بینین اسلام بم روحيته بم قناعته وما عمل الا قال او واقع ذاك او واقع مريريك طالب وانسان كان بدلا جامي كمل هو كاروا بس صحيك كود كبر ولم بابتانا والدودة اساسي كدانا بو شار سكدون هشتني لكم القادة شوكا اسلام قناعتي بيش همش تيك بو انسان دروس كدبو كفي وتبو همو ام انسان لسر زويدا ببيج جوازي لنواني قراغ زكانا ولقد كرمنا بني ادم او قاعده دانانا و انسانا كان همون بمكاني آدمي زاد بريزن چه ميبه چه نير به و آيه ناوي كويله به ناوي هرشيك به مدام انسان مروف بريزه گرانوه ام كرامته بو انسان آمانجي كي سلكي اسلام بو نك زليلي بكا و زبوني بكا كوابو هر جور مشروعيك اگر بيته هو كاري زبون كرني انسان گرانوه انسان بو زبونيت پیشوانه مياساهه پیشوانی روحی قرآن کات کافر ولقد کرمنا بنی آدم که اگر بیای تکریم انسان که ریز انسان بنی ایشون قرار داد و بریار داد ابی انسان که تو بزبونی که از دلیلی که اما یکی کلو قناعت هن قناعتی که ترک کپی و تین همو انسان که اند سر زویدم
خالق کان و دروس کرکان یک کس که خوای گوریه تنها الله دروس کرد یعنی که مادام خوانی ارز و آسمانو خوانی مروفکانی زوی مروفکانیش و زویش الله به که ابو او اللهش مادام دروس کردی او که چون آزادکانی ماف دعوتیه اوانشی کنایان کویلیه هر بیم مافیان پارس زوی و خوانی کیانی خوایم بن و یه بد درسی لو حالته او نه طبیعیه که دکنایی کویلیه کویل بونی انسانه ل مجتمع نه طبیعی بونه طبیعی و اصل وای لو انسان آزاد بیه چون خواهیگر دروسی که دو خود دروسی که رو با آزادی دروسی که کویل بون حالتی که درکیه بدال ل حالت طبیعی که خوی یرانوی بو او حالتا پیچوانی روشی اسلام و پیچوانی اصلی خلقت انسانه دواتر لگل او شاکت که آینی نار آینه که جوازی نکل نوانی کویلی کلی نوان انسانی که آزاده دین بو همیان بو بو کسی که بندش و بو کسی که آزادی شد که مادم وطنی در دین یکسان بن در اوی کوابو لکیانی مروفاتیشن لکومالگا بنو با یکسان بو یک حدیثن لروی دینداری شد دوائی لیکا که اوی مادم وحدت دین هیا ابي وحدتي احترام وكرامتك شوك يا ابوابه بو يكويل بون ديسان في چواني امين لهمان كاتا باسي درنجامش كه همي هر پي كوان يك درنجاميان هي ودواتري مسؤوليت لسل لجياني انا لبرابر جيان وحيات مسؤوليتي كويليك ومسؤوليتك انساني كي حر يكتا هدو كان برابر جيان مسؤولين برابر حياتي اخوان مسؤولين ببرس لبرابر بدي هناني او امان جاني كشريعه اخوا بيداناوا شريعه اخوا بيداناوا كابو مادام امش هدوابه دی کابو کویلبون پیچوانی ام دستور خوایه بو یکا لرو الین عالم روانگیوان الین اگر گرانوی انسان کان بو اون متکونه پیچوانی روحی دی شریعت اسلام لرو اگر اسلام هاتبه دین هاتبه بم شوازه دجاتی ام حالتب کا وردو در وشون دابنی بو امل ناو کوم گدابن برکا کاتک حاجه کمش لوانا اوی دانا اگر هاتو لشرکانا کویلش تانگید و خلکانا تانگید دو حالتی بودانان یا ایما منن و ایما فیداعن اگر هاتو برطانی اوطانی بیه برانبر یا برانبر ازادیان کن کوابو لدرنجامی شایی که لیاسا کن داینا لشر و جنگ کانی شا بدری جایی میجوی شرکانی مسلمانان و شر اسلامی که کدیوان و قیتانیان کدو یکی لیاسا کن که ویدانان فا ایما منن بعد و ایما فیداعا باید که آزاد بونی ام انسانانه آمان جه که سرکی اسلام بو آمان جه که سرکی دین و شریعتی خواهی گوره بو نی اویز مروف بکویلیتی مینتوانه و اوشی بپیچوانی جانی مروف بکندانه و باید که ام یاسایی لجنگانه تسبیت کدو بردوام لکاری پیگره و هر وار لدوائی دابزینیم آیتا و بدری جایی میجوی اسلامی کرو آیتا کرم لهمان که تا لیسلام قدغه کرا انسان کان بس بفرین ریا انسان کان لبر خاطری قرض و قرضداری فقیری و هجاری کویله بکرین چون که اسلام معالجه او فقیری شکر یک یک لو بابانی داینا لباسی صدقات و زکات کانیا پاره ترخان کری بو اوی و فی الرقاب اوانی که هجاریان هی اوانی کویلو بندن پی آزاد بکرین یک یک لبابت کان و بس شوین کانی صرف کنی زکا لمشتر لمجتمع اسلامی بو آزاد کنی کویله کان بو لمجتمع نابه کویل بمینه بلکو پاره مسلمانان که زکات کانیانا ترخان بکره بشکی زوری بوهی کویلکان لکومالگان نمینن لهمان که تدواتر بابتی او بابتانی که لهم دی کومالگکانی پیشی ناباو بو اگر کسی اگر منداله لفرمانی گورگی خوی درد شوایا یا جورن لمخالفه بکدایا یا جزیکی بکدایا جریمه کی بکدایا اوایا جزاکی کویلکدن بوایا اوش اسلام ایلغای که دوانه که جریمه و جزا و سزا کن با کویله کدن نابه سزای تری خشص شوی نکانیان که او سزاینن که اسلام دیاری کرد اوش ایلغای که دوانه که بو مایی کویله کدن انسان کن لهمان که تا که امانه ایلغای که دو بو چی بو بو اوهی که شخصیتی کویلیتی لکومالگه دا حل کنه برو آزادی بیان باتو که ابو که تا که اسلام بم شوازه ایشکا لسر نیشتنی کویله ولا همان کاتا ایو نشین لکوملگای انسان آزاد کاتوا ای اکریل صدمی کی وک امستردم دا جاری کی تل بناوی اسلام انسانی آزاد بکریتو بکویله ای اکریل امستردم دا بناوی شورسی کی استیا بناوی مسلمان بناوی اسلام حکومت کی اسلامی ک بنا حکومت اسلامی بده جاری کی تل مروه ک آزاد بو آزاد خودی خو ببی ویل شر شعب شر شیکد بناوی کویلو کویلب کی تواب ک دکنی زک
اما براسي قرانويه بوميجويك اصلا ندينا ونشريعتا نخوا دعوياك وبيوندي بديني شونيه اسلامك بنش وازيش سكت كوتي بيوت مبيش سلمادن كويلبوني مروفكان بيچواني طبيعه سروشتي مروفونه ابي بينو سر راسرياكا كويش ازادي انسانك وهميك شخصيتي هيك شخصيتي رياضاري كويتي بارزراو لهمان كاتا اسلامي بيروزي كي لو رغوشوين كداينا كديا كفارت و كمال بابتي دانا بو آزاد كني عبدكان اواندي رغوشوين دروس كر بو آزاد بوني كويلكان اواني دروس كر وردو دا لماوي كي زماني دا سركر لمجتمع اسلامي دا او بابتا وجودي نما و اساسي كي نما اما بوچي بو بووي بي سلمينة كي اسلام كاتا كهاتوا براسي ولقد كرمنا بني آدم ايويت حقيقة ريز لمروف كان بني ونايا مروف زليل كاتو زبوني كاتوا كعبو مشروعي زبون كدني مروف مشروعي زليل كدنا ويمروف مشروعي كي بيشواني شريعتي خواهي قوريه وبيشواني ام دينيه كي ايويت كي ازادي مروف هنا وهر وايشيوه تحقيقي برشون ديكاني مروف قال اشار زبيا اسلامي كخوي خلقري روحيتي ازاد كدني مروفه خلقري روحيتي ازاد كدني انسانا كان به خلقري جرانوي كياني انسانا كان به لجيان ده چون رازيه بجاري كي تل مروفه كان برو كويلبونو جرانواني بور رهندي كي ميجوي كون كلا صدمي كاروي داوا وباوشي نماو كتائي هاتوا اما خالب لوانيك حزم كوكو وكو باسي باسي كن كويلاتي كدني انسان كانوا بكويلا كدن براسي مشتيك تازه للمجتمع الاسلامي انا بدو بارد بيته خوش كشتيك ني اسلام هنا بيتي وخوازي علي بوجودي هبه او وضع كينا نخلقاوي كمال اسبابي لكمال جا خلقان دويك بشي كان يبيش اسلام بون لم يجود هبون دروسي كدبو كاتك اسلام هات اماني همونه هشو كتاي بيه هنا اتر بناوي اسلام وكاتك امان جامدري براسي اوا ناشرين كدني اسلاما نجوان كدني اسلام اوا خود يخوي او مشروعيه كأيوه اسلام خاتب كاتك جير قصي خلق وتوانجي خلق نج اسلام جوان كا اما خالك لا ايكي لو مصالحانه وكحزن قصي لك مصالحي دوهم باسي مسالي جزية مسالي سلانو ام بابتك استا جاری کی تیرا گنجی لهند شونه دوباره ابیتو وقسیل سلکری و هر وابوته جګ قصواسی نو کوملګه اسانین که مساله جزیه بابت یک د اسلام دا د صدمی اسلام وزیرین اسلامی دا کاته که سلطی اسلام د صلات اسلامی هبو ولا ګیلا خو وشي جزیه لجزا و هاتوا په معنا لباتی تو لا یخو لباتیه لبلی کوتن كاتا كسيك لكم وقي إسلامية دا أنيش غير مسلمان بو ما في باريز لابو حقي باريز لابو كياني باريز لابو جانشي باريز لابو تأميني همو حياتي بو كلابو لباتي أويا كإسلام هيش تكليفه كي لناقا أرقنا خاطر سرشاني لبديلي أودا هاوكاري دلوت إسلامية كابا مبلغي بارا أما لمجتمع إسلامي بو بقاعدة ياساك نكبر سبيل سرانة وباجي كي سرانة بي بريتي بو لمشاركي كي أو كسانا لكمالغي إسلامي لباتي تأميني حياتي خوانو نبوني تكليف لسرشانيان أما مبلغي باران دو دولة إسلامي لم كاتاك أنا دولة إسلامي كابو أوانيش بوشي أم باران دا بو أوي ما فيان أم بارز دابي وكوشون صراحة ل خالدي كوري ولي رحمتي خوالي ولقسكاكا فرمي بخلق حيريود فرمي فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا أقل إما تواني من دفعتان لبكينو بتان باريزين مالو مالو سامانتان دفع لبكين بو من هي داوة جزيشتان لبكين وإلا فلا أقل إما تواني بتان باريزين كأبو ما في أوش ما نية إما داوة تان لبكين قالوا هذا لأوانيك أهل حيرخوش يعوتيان وتيان بيه جزية من داوال يمنعونا وأميرهم البغية من المسلمين وغيرهم بيه كيما أيدين أم باري أم جزية دين بيه بما بارزن أخوان وأمير كانيان لظلم وسلم ما بارزن جال مسلمان بيا غير مسلمان قلن قوية جيان من دابين كان كابو خودي جزية الإسلام دا كدابين كلاوة بو بديلكي هابشي كدن وكوشون لفسر دمشا أقول جل هند الدولتا هيا حقي مشاركة مواطنك وهاولاتي لكم وقيك أبوي هاو كاي دولتكي خويك باريك دا ظريبيك دا صالانا لدوكانك مشروعك هيا بو هاو كاري أو دولتي خويتي أما للمجتمع الإسلامي بردوام وبرقرار بو وأدلال أو كسانك يعدلك لكم وقيك إسلامي التكليف يعني لنا أكرا ألكي باراسني الدولات وألكي باراسني دفاع كنين لولات وألكي يلقتني ألكي
كدولتداري وألقي حكم دارين لسه شان نبو خوان دانشون في إصلاح المكرم ومعززن ديبا مشتري إشتراكي كان هاي ببارة بسامان هام بي خواي قورش لقرآن في رزا فمين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بلا آية إستا مجتمع إسلامي أنكو ملقي كيما يستاتي عجين أم بابتي بصلا بري كاتيكا لباتي مفهوميك يدا بيش ومفهومي مواطنة هاولاتي بون لشويني أويكا ناي بني الأما مسيحية أو يهودية أو مثلا كاهم ديني كتري هيا مفهومي كتر هاتكا ولا مجتمعك ناي نا مواطنة مفهومي هاو مجتمعني بون كارين هاو نجتماعي بون يعني أمكو ملقيو إطاري كيك إطاري أو نجتماعنا كوي كدونا توا إطاري نجتماع بوتا إطاري بوكو كدنوي همو شينا كان وهمو أديانا كان وهمو قلان ببي جاوازي لنوان الدين ونسبو شكل يعنى أما بوتا جبديلك بوتا إطاريك بوين كاو مادم مواطنة هاتو تكايا ولا شوينيا إتو كاتا جزية وبابتي جزية وبابتانا وجودي نامينه بوتا شتاني قراوة سيستمي دا صلاتو بريو بدني كومالقا قراوة برو شتوازي كتر كابو دي سانجاري كتر هنانا وكاي أمل لان كسيكو بنايو دولت إسلامي لم صدما دا آيا أكجي خويتي آيا أو مفهوميك لم صدما دا وجودي هي نخير براسي لمستدامة دا جنابيته وتوبدي بده وجاني كتير أما فهم جرتوا بقى معقعاته كخودي فورم دولة دارية كقراوة أو دولة دارية كلاس أساسي دينو تصنيف كني كمالك كان بمشي وازو دابين كني جاني خلق هميان إستوى دولتك كده ناتواني دابين جاني خلق ولا جد الصلاة توعية لا تسول الزاجي أصلا نانيني أوارينا راحتا هم جان لتك دوا شو ما فيك هي دوا جزية لبك لقليا كناتواني بباري زيناتواني فاعي لبكي جيجل وجهك تو نتواني وخدي خوي أو دولة بناي دولة وكهيا كصلا ناي دولة براسي بنما دولة تينية براسي أما دوبارة كده نويش تاني كلا كمالك كبنا شيرين كني خدي إسلاما نك بجوان كني إسلام ويا أما فمانا خدي خوان لكاتك جي خويتي بكار بها ريكا مفهومي دولتك ايش وكو خوي واقعي هبه اقا او دولتة دولتة بو بو مفهوم بو واقع بو شوازة بو كيانة بو فرما وجودي هاو بو شوا طواوا او كاتل واني بو هبه ان بابا تجاري كتر زندو كاتو ناي بني بلا مكد او دولتة بو شوازة بو كيانة بو فرما بو مفهوم بو وجودي نبو اي چجورا صلاحيتي كي هي امنا وجاري كتر لكو ملقا بنيته وخلق نصر او بابا محاسبة بك على سوء بابا تدركة يا ولاتي اللي تيكبا شو كبراسي إستا دولتاني إستا ولنبد إدالكني دولت سيستمي كي تايبتا كإستا سرمعي دولت هي وسرمعي قشتي هي كبو همان خرجك بشي هم يكا وبشي أو كسانش هكسي لملاطة دانش بيها وبشي تيايا چه مسلمان چه غير مسلمان هم يكا مشترك لداعاتي أم دولتو لفقاد لسروات وساماني أمولادا وينا كريتو بناوي دولتك وبي أم مفهومات جاري كتر لكم لكي بجس بيندو كوجودي مفهومي دولتك خودي خوي نية وهروا واقع كش مساعد نية وهروا چمك كان هميان قراون لبركة أو بي سي بخوانوي تازونوي هي أبي لسما ساسي إساء كوجودي هي كباسي مواطنون هاولاتي بونا كإسلامي بروزي لوشان ونبي هاتي رضي ميكر ببرواي قناعدي بتعدوديات هي قناعة لافي بمواطنين سياسي ومواطنين اجتماعيكم القاكا شوك انتماء والاجتماع اشتقني اسلام قدر غير كذبه وهروا اعتراف بتعدد وتنوع اشتقني اسلام قدر غير كذبه وهروا مواطن شرعي براسي لإسلام اشتقني قدر ممنوع به برایتی که اساسی برایتی تبعیه اسلام راهنده کی جوریش لسرکا فلسطین ما فکان اش راهنده کی جوری اسلام کاری لسرکا بر روح حسن معامله هیچ کلا بابت کان که اسلام قناعتی بیاتی لهم که تن مساوات ها باشی بونی خلقانی امکم قلا هموده ها تکانی امولاتیا آواشته که اسلامش کاری فیک دوا و هر وها هاو که ها باشی که دل کاربری برای بدن اسکانه لولاتا آوانش ها باشند لبرای بدنی ولاتا همو امانه براستی راهندی که راهندی مواطنه که گورت تر و فراوان تر لویک ایما حکمی که تر یا کونی رابدوی نجوی لرابدوی بینی لیا دابی تسپینین براستی لوانه توشی کار ساده بین باکو ناشیلین که دنبه جوانتر نای کن پیویس ما باوهی با ام واقعی امرو براستی ایما خصب کن ولم واقع دا ایما بریاب دین که اما چند درست و چند درست نیا چمکی که تر که زور قصیل سرکریه چمکی جهاده چمکی جهاد استا کراوه تا بابتی که سور جار
لم لا لولا بشك پیوای درست نیه بشک پیوای درسته هندک پیوای که جهاد سکانا پیوسته هاتو هر کسی نه که برای انجام داده او کسانی که دل دین او اسلامی برای بدین لوازه یا هندی اون که اسلامی جیب جینه کدوا یا لم بابتانه کمالا لمشتانه که اهنرن بسن مسلمان و چسبین ره لراستی ده پیوسته که امه فینو با طبیعت و سروشتی مفهوم جهاد لقرآن پیروز و پاشان ام بابتی که سالم رسدمه داره اگر سننجی دعوکانی دعوه بانگوازی پیغمبران بین بدری جایی دعوه بانگوازی خواهی لسل زوی دا کاتا که وحی دا بزیوا حتا پیغمبری خوما علیه صلاة و سلام سننجا دی ام دعوه طبیعت و سروشتی یک ویگوایا یک طبیعت و یک سروشتی آن هبوا او تا کاتا که باسی سیدنا نوحا کین ولقد ارسلنا نوحا و قايل رباس ابراهيم تاخر هذاك ان ارسلنا نوحا الى قوم ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم إن انكم نذير مبين في غمران كهاتوني شان او كدعو بانغواز وغاني ام دين امدا ام فهمي خاي غرو بخلقي ولقد ارسلنا نوحا الى قومي فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم طوفان وهم ظالمون بدوام نصدوا فنجاصا لقلقوا مكاجيو هرب انقواز يا نكا وهي طبيعتي ام دينان دين اخو اسمان كان بدوام ندل لسيدنا ادم وتاكو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سروشتكي دعوي هلقتوا سروشتكي بانقوازي بوا سروشتكي هيك بدوام لسر كان لسر رهندي فكري وعقيدي وقناعتي مروفك لجبيكي زور امين وهادئه لسيدنا صالح بهمان شوا اولا پیغمبر شعیب هر به همان شوا قرآن باسم بوکاد کفرمی کذبت ثمود و المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون به همان شوا سیده کید لباسی سیدنا شعیب فرمو الى مدینه اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غیره ولا كاد سيدنا يونس أخوينا وفرموا إن يونس لمن المرسلين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين بهمان شوى هر طبيعته سلوشت دعويها القتوى لقلوا بهم باسي سيدنا موساش أكيد بهمان شوى سيد أكيد هر سلوشت دعوي ولقل فرعونا كسيكي طاغي وظالم يجبو بردوام لقل يا خريكي زباني دعوه ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بهمان شوا پیغمبر كان بني إسرائيل هميا بمشوازا هر طبيعته سرشتي بانغوازيها بوا دواترين پیغمبر خوما عليه الصلاة والسلام أيش پیغمبر بهمان شوا سرشتي بانغوازي دعوي هي سنة أفرمي وإنه لتنزل من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين طبيعة سروشتي أم دعوة بانغوازي خواهي قولة بدري جاي ميجوا كيكهات ولا تتابة زيوة خلقري أم سماية كسماية دعوة بانغواز وكادنتي بروحك يا أسائي السادة ككوم القال خلقي قبولي كابزباني أوان لقال خلق أقصي كدوا ويكا وما هو إلا ذكر للعالمين القرآن كهاتوا ذكر للعالمين بهمو إنسان كان وببي جوازي وذكر شو بالخصنو يا كدنو يا خصنوية خادك أخوي قرب بس لا لا لقوم كان كان ببيغمر إخوة فرمي بخطابي بيغمر بقوم كان خطابي كجيلانة وبشواز لا بتجاري وابا تاج جاري وابا كجيلانة بإنسان كان لقال هو شاك باسكا بس يا واكا كفرمي يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم باس إيمان وإيمان إيمان هنان بلان باسي كي زور لك دنو جخل كدنا ولا سد بشوازي زور وشبان دن بسريا نيا ليلة شاء فرمي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو في غمر بهم رفاتي ببي جوازي أم پیغمبر بونه بو هم رفادی ببی جیوازی یعنی رساله کی بو هم انسان کانا اما انسان لسر زویدا هم زبانی جیواز و رهندی جیواز و بیری جیوازی هه که اوس روشتی بنگوازی اسلامی هر روشتی کی طبیعی بنگوازیه روشتی که ایوید بن طبیعت و بن روشتی که انسان ما مطلب کا که روشتی مرو خوشی و دا خوازی کا اما استجابه بو طبیعت مرو خو دا خوازی او کا که به بنگواز کا لگل عقل رهندی خو بیر کدنه و هستی خو او ده و ده به قناعت خو به نگبز ور بیه دسترخان چونکه انسان اگر بزو خواد نشه در خواد سوله خواد نه نبینه خواهی گروه به پیغمبری خواه فرمه فاصطع بما تؤمر و اعرض عن المشركين به همان شیوه که پیغمبری فرمه فاصطع بما تؤمر اوی که پیغمبری بگه اینا بخوکی
واعرض عن المشركين بيج لامك اوانيك ببروان المشركين كابر رساله خوب جينا بخلكي ببيدنگ وببيجا وجا وقال قالوا قال 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 لناكم الجا وهروها باسي وحي ما بوكا كسبب بو جابو واغخسنوا وبيرخسنوا سبب نيه بو او يجول الانسان زبونك وكذلك اوحينا اليك القران العربي لتنذر ام القرى ومن حولها وانذار باغخسنوا همو امانيك ارسانا كان بو يك زاني سروشتي ام دينه سروشتي كي دعوياني هي هبد يا جاي الزمن وحي اسماني بن سبعات سروشته وهاتوا هلغري امسي باي لكم القا كسماي كي دعوياني سماي كي بان خوازاني بشوازك نجوي كي هادي واسانو جوي كو خطاب العقل وفكري مروفا وقناعات انسانا بما اي انسان دين دار بي خوان از بي نك بسفادن بو يك كابو اليروك شنو اصل مفهوم جهادك مفهوم الجهاد وشيء جهاز مصري بابي في فعليه قال إن جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا وجهادا بمعنى وشيء جهاد أبي دو طرف هبه طرف يكو دو طرف بيكو بمعنى قال قول كدني كوشوش ومعندوبون شكو الجهاد بذل الجهد بيتل لك لصرف كدن وخرج كدني كوشوش إنسانة تواني خط وطاقي خط صرفك بو تحقيق وقاندني آمانجك بو قيشتن بآمانجك بو قيشتن بهدفك بو برجوانديك براسي خوي وشي جهاد وشي يكا مفهومة لغوية كي اگر سننجيبه بمعنى صرف كدني كوشش يمتوانا انسانا لهر بواري كابه بشرت يكاو بواري بواري كي روابه بوية سننج ادين لقرآن بيروزا طبعا او قصة راسا كاتا كدوتورش اماجي بيا كركاتي كمان القرآن بخوينو ابي براسي اما خاليبين لالقتني هجواتا بو مصطلحة كاشين انا القرآن لقرآن واتي مصطلحة كوال بقرين زاني خلي لو جي جيدا لو شوينا دا أم قرآن مصطلحة قرآنية چو واتي جيني أقر خوما لبيشترا كومالي واتا مليرا دانا بمشين قرآن بخويني نوا زوجار هي أو واتا فرصة كين بسر أو واقع لو نصدا كجي خوينية بويكا زوجار هي هند تفسير كدني آية يان دستكيني نقيق دقيق لقرآن يا لسنية بمشي وازية بويا واتا كان مصطلحة كاز وتقيدر نشوها شو كتب لدروي او دقه لدروي او نصاه لدروي القران خد بريال الداو كمال واتار بودن وداناوا كاتك اجي دقه كاخوني تو لو شو ندا او واتايا سبيني كلاخي خوتا وجودي هي نق او دا واتاي كلن سياقه دا ايسا توظيف كراوا اي ام سياقه قرانيه كايسا كن مو شو اتاكي توظيف كراوا جرين امانه من بلا ما استفاده بكم بويا كاتك قالت دوكو زناقه فالمي كاتك تو ادبيت للقران حالي ببيت لدقيق قرآني حالي ببي بيش أوي هيج دق هيج خيط ولا سد لغة ولا سجتك برو قرآن دخوين روا لخوين نوي قرآن ولا نام دق قرآن يكوا أم جابرو روان بوقتني واتا كان تا دقيق تتواني واتا هي مفهوم كي جوان بيبا قرآن بوي أقول لس أجر سنجي قرآن بين قرآني بيروز رهندي كي فراوان أداب الجهاد وشي جهاد لقرآني بيروز واتا كي فراواني هي واتا كي همو كوششك هولدانك ما حواليك إنسان كإيداد بو قياندني راسيك به بو تحقيق أمانجك به بو هولدان بو قياندني بهامك بممروفكان بقشتي بهر وسيليك هي وسيلو أمرازك إسبان به دز به پارا به سامان به بلتي به لرا قياندن به يانوسين به هر جور بابتك به أشتا بازني جهاده بو يسيليك إن لقرآن بيروزا كاتا أشتا سر باسي شر وشور جاية كاتو يسر ناويني قتال إتلا جهاد دري هنا جهاد مفهوم قشتيا كل القرآن ولا قريه كأو ما تاع قشتيا قشتيا بوهم أو جهود وكوشش كدنو ما ندوبون إنسان كخرج كاب وجاندي آمن جكي كأجد السر باسي قتال أم جاب باسي كاب قتال باسي كا لو شيء جهاد دري هنا بوي أتواني بلين جهاد ما يكير أي شب يكير لا لمعنى كاني يكير لا إيش كاني جهاد قتال نكهم قتال به بويا كاكاتا كاكاشينو بلا فقيه كان من رحمة إخوان لبي لصدي لدواي الصدي الصدي يكمي كوتشي واتا لدواي الصصالة الصو بانجاي كوتشي بدواوا لو سدما مفهوم جهاد تنها براو بسر قتالا أو واقعا كبوا لو سدما دا أو واقعا كربوا شون بوا فقيه كان من دا تفسير كدني جهادا لفقيه كان أو نشانان فيه ديارا كادا كمفهوم جهاد وبيتناسي جهادا كان هم يلن الجهاد والقتال في سبيل الله رغم مفهوم قشكان دار نيوة تنها تابتك لبقيتاله ك
کاتێک لە قورئانی پیرۆزە مەفهومی جیهاد و مەفهومی گشتەکەی هەر ماوەتەوە تەنها لەو شوێنەدا دەری هێناوە کە باسی قیتالە قیتالی بە بەجیاوە قاتیلو بە قیتال و قاتل و قیتال هێناوێتی بە وشەی جیهاد کەم بەکاری هێنابێ ئەمە یەکێکە لەو واتانە کە بەڕاستی پێویستە ئێمە بە دەقیقتر سەیری بکەین مەرج نیە هەموو جیهادێکە بێ ئیلا قیتال بێ هەموو جیهادێک ئیلا شەڕ بێ جیهاد مفهوم گشتکی خویتی که گشتیه با همو گیاندنی کشت صرف کدنی که خلیش کدنی توانای انسانه با گیاندنی حقیقت یک گیاندنی راستی یک با وز هر وسیله یک هیا جا او وسیله یا مال می یا انسان خوی بی یا زبان بی یا رساله بی یا نوسین بی یا شتکی دعوی بی اما لروی مفهوم لغه یکوان اگر اشین واسر کتب فقیه کان لمذهبی امام ابو حنیفه بو نمونه هنم لكتاب بداية وصنايعة فرمي أما الجهاد كالشعر في الشرعة يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله يسخ تابتي قلوبه لا مالك كان فرمي الجهاد أي قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لا شافعي كان لإقناع فرمي الجهاد والقتال في سبيل الله أما في ناس بو چونك أمو كوبيا متلد وهي صصاري تيبربوني صاص طالوا أمو شيا لو واقعا كاتك بكان هاتو بو واتايا إتن أمو واتايا لك تيب فقه كان فقه إسلامية برقرار بو كراوة مصطلحكو واتاكي أصيب الجهاد كلا راستي دا الجهاد مفهومة قشتكي خوي قشتي ترى لقتال يكي لي شكاني قتالا بسو ششتان آياتي قرآني بيروز كلا سورة مدينة دابزيون كباسي مادي جهادي انتيايا همیان مرجنیه مبست به قتال به جهاد و گشتی کیتی بشه کی قتال نگ همی هلگری هر معنای قتال و شربه او خاله کی تر کمال مل را باسی کم باسی اهدافی قتالش به همان شوال اسلامه که دکی اسلام قتال تشریع کت نه با اوی که قتال و شرک دند بیاد کارساد با کمالگاه یا به مفهوم گشتی که بولم جهاد لی اسلامه نبو با کارساد با کمالگاه بو با شورش رزگاری خوازی شورش کی رزگاری خوازی بو گلان داوانه کرد گلان استملیکراو چین استملیکراو کان خوشحال بون کاته که مسلمانان به هاتان تا وجه گوشنانا نک جیهاد بو بیت یا قتال بو بیت اسلام بو بیت داویک هر کس یک کوت داویوانه ویران مالی ویران بیو سامانی ویران بیو خوشی ویران بیو خاکی شولادشی ویران بیو اما ابی جیاک اینو لاسلامی پیروز اما مفهومه وجود اینیه یوران که دنو دام یوران که دنو راو نانو راو دونانو ور تیک دانو هر استان که نی خلق بوی که کمالک آداب هنر اسلام رشاب کردن که اخلاقیات کن رجیهاد اسلامی و قتال اسلامی بر قرار بون با مفهوم گشتی که آیا مفهوم تابت که ک قتال آبی امانتی آبی ذات لبی صدود آن خالق آداب و اخلاقن هب کتی علم یکی لوان برازیل اسلام اصلا اشتنه که محرم به لشراب کاری نه هنر نه مثلا شال و هر وها پیمانی بسته پیمان الله باشه نتوا دروز نیه مثلا او منال کشتن و آفرد کشتن و پیر کشتن و خلقانه که ل بیشکن بیان کشه اما نه اسلام هن وجودی نبود کس ل مالی خواه دری بیانی یا نبی لگم ما بیا او کشم یا نبی درتی لشونی خواته ل اسلام اما وجودی نبود حتی او جیشی که وکر صدیق رحمتی خواه ل بینار کنادی با قاعده گی فرمون کاده گشی کاملا کس هن حبسوا انفسهم فی الصوامع لناو پرسکاکی خواه خوی سجن که دوا بوای زنه خواه پرسیه کافین فدعوهم وازین لبنن اوان اجواز لبنن که تکل همالی خواه لشوینی خواه خیلی که بنداریشا بنسبت عقلی تو پدوا بطالکا بلا مفرمی وازین لبنن لإسلام اخلاقیتی اوی هبو راهب و رهبانو کاهین و عویدکان و زناکانین و امانا خلکانی اهلی پیش دار و پیش ساز و امانا به این شوازده سیم با نبراوا زیال هم بیستو دو خال بیستو سید آن خال لباس اخلاقیاتی قتال اسلام وجودی هیا که کاتکن درنگ مجال نیه باسی کم اما همو اوانا ایسا اما فوما لواقعی امرو که ایبینین زور دوله لگل اوی که روح اسلام آتوا اسلام اما داوا ناکه به مشوازه بین شورش برقرار بیه چین ده تنگ به همو چین کانی کومل گاو سنه یان د اسلام خباته کی اسلامی یان شور جهاد اسلامی بونه هات و معالم اسلامی لا کومل اسلامی تک دانه یلا تو
شوانه بو دفاع کنه له معالم اسلامي بو اشنوي جواني اسلاميه کده کا او دهاتوا زوجره معالم اسلامي كانوا حضاره کي خوي كچندين هزاران سال وجوديه تي كيده اما براسي لکيو لناو چمكي اسلام او قتال اسلاميه جنابيتو بو يك امانه چمكي كن استا شيمن راون مفهومه کي استا كه بكاره هنري لګل مفهوم شرعيه كه زور جوازن ام واقعي امر كه حسابت يكين زور دوله لګل واقع شرعيه كه اسلام شاو داوايه كه اسلام روای بیادی. خالی آخرم کمال با باسی مفهومی ولی الامر که که دکمه ازم کم ما ولیم با کتی آماده ای کی پیا کم مفهومی ولی الامر. اسامی مفهومی که لون صلاحانی بکاره هنره اگر بسروی که نلی ولی امر آوا قرار کافر بیه. اگر پی نلی ولی امر یعنی برای کفری من دعوا. اما افزاین لکیوا اگر بکس نلی نوتری ولی امر یعنی کافره. دراسی دعوشی مفهومی ولی امر مفهومی که فراوانی هیا قرآن ناوي ناو أولي الأمر بلان دواتر وفهمي ولي الأمر كبكارهن ري لإسلام الرهندي كي خوي هيا أو رهندي سلمي خوي هم ولي أمر بو كسو تراوا ككومالك مرجي تدابه مرجكان جيكي لوان أو بو كأبي عالم ببعلم شرعي واتا لبليكي أوايا بتوا لدقي قرآن وسنة يبقى وحكم بو قرآن وسنة يبكالك لبدستياتي تواني أوي هبه اجتهاد يبكال قرآن وسنة واتا بفقيه به عالم ببطواوي معنا أميك إلى صفة كانيتي صفة دوهمي أبي كسب براسي كلا لروي لا شو لروي لا شو بيقاتي لا شيء وتواني طاوي هبه واروع عقلك يزور بهزي هبه واروع كسبه ك هجورة صفة جادورة ناويك بدوا ونبي كلا شيرين بيان سوكي بكايا كمي بكاتوا واروع كسب نبي لكم الجاك جيجي قصباسي خلكي وتوانجي خلكي تبي جيري کمال صفات که فقاه رحمتی خواهیم مزنانی پیشین باعث اندک روکسان، اندک روزور سان است که دو، بله، بام صفات آنها کسی که گر کرد هالد جرای، بام ام صفات آنی تیابو خلقانه کافیان ولی مجلسی حل عقد، آو کسانه ک علمترینی کسی ناو کمال گن، زناترینی کسی ناو کمال گن، کمال خلقان کافیان تا آلی حل عقد آلی شرابون، همو کسی گنین کسانی تایبت و زورزور زارا و خواناسای ناو کمال گن. تايبتن أمان هلا بجن أم كسر شايستي أم بلايا أم كاتا أو كسم ملزمة بتطبيق شريعتي خواي قولا أبي اسم حكما كي وبنا ما شريعة كي لكيو أقري لشرعي خواي قولا والبقري وبي حكم بو شريعة بكابو بأمي خواجي بجيكا كي إشكاني توظيف كلا وزات اللي دخالة وكو شيخي وكو إلا ما وردي باسي كالك تبقي خوايا دا إشي هيك يلوانا بريتي لتطبيق وحكم تنفيذ أحكام الشريعة لسخلكي وهروا حدود ياسا إسلامي كان جيبا جيبكا باشا آية أو كسبوا مفهومة لنسى دماء وجودي هي أمرو أقل كسي بيبلين ولي أمر زميلنا كين استميليا كين بيبلين ولي أمر بو معناه شوك ولي أمر كم يجالك أمرو يكم استميلا لشخصك أخويك إدعايناك أو ناشتواني إدعايك دو هم شوازي أبجادنك ودانانكش بو شوازي ومرجاني تيانية دي كسي مرجاكي تيانا وقال بيام نود ولي عاد معناه أونيا ولي أمر معناه أونيا كافرة معناه أونيا قلنك أوي أو كسي مرجاكي شرعية كي تيدانيا بويا كابي ألين ولي أمر نيا لراسي دايا كم يالجالك هالبجادن لناو هالبجادني أو كسي لناو خلقي كشتي دايا هالبجادني كشتيا أو كسي كالي بجاري لبخاتي شيدا لبخاتي خوشوستيا لبخاتي تعصبي حزبية لبخاتي لوان راندي كي برجودي تاك شخصي كي خويتي لبخاتي لوان نازاني اصلا بوچي هل بجادوا هل بري بيانو تو دنگي بوبا اما براسي لكوية باشا بو كسي كالجا وكورو ولي امل بيبوتيو او اكي حل العقد داينا بكا كومال خلقي الدين دارو خواناسن كأزانين بيزاني برجودي كاني كومال غالي كوية كوابو چمكا كخودي خوي لما فوما كونكيا بيشينكيا فورمي كي سياسي تايبت بوا بو برايو بدني حكومت و دسلات دولت داري لو سردمايا او فورم تايبتا ناقون جبي برين بم سردمايا كا رهندكاني غوراو مرجكاني شي غوراو مرجنية چوك الاسلامي پيروزا شوازي دسلات برايو بدني دسلات حكومت داري تايبت نكراوا مرجنية هل ابي شوازي خلافة و ابي شوازي ولي امر هل ابي او شوازي بكار بيهن ري ام چم کلا سردمی کا بکارات و برئیسی ولاد متراو ولی الامر چوکا و مرجو او صفتانی تیابو بلان خولم سردمی ایستادا او صفتان ما او مرجج نما ولا کسکا ك
واستمك لمصطلحك واستميجك براسي لكسك كأو مصطلحي بسلا ببريد نرى هندكاني ماوا وانا استاج او اخوازي ام ظروفي استا او مجتمعي استا ولم فرمي دا صلاة بري وبدني سيستمي بري وبدن حكم داليلي استادا في شوان لقا او سيستمي بيشيا زوري جاوازا لبرو كاو مادام سيستمك قرابي اقنجي فرمي ناوي دا صلاة سلوكشي قرابي هم الزكشي قرابي استايك لم لجواز كاني اوي لولي العا امر ابي مصدر رئيسي او تنها قران وسنه بلام استا مصدر رئيسي او قانون دستوره كقانون يكل سرچاوه كاني شريعه اسلاميه تساوي تري شيء هي عالم كاتيه امولي امره پابند به تواوي شريعه اسلاميه دي گناح ما نگا كاتك من في بلام ولي امره چونك اوا سپاندي وشيك بسريا كا اصلا شايسته ني و ناش گنج واج ني نرجعيتي او دستور قانونك كإنسان دعناوه باستفادة كدن لكومل مصادر دو هم يا حلف جادنا كي لناو كومل قبقشتية لناو كل كتابة من دانية سي هم كساعتي كان كأوشا قلنا أستو إخوان او مرجع بودان الرعوة او مرجع نية كأبي أعلمين بن بكتاب وبسنة وبفقه وبشي وانا نو تراو مرجي تيابي لبرو كعبو تو أبزاني أم مصطلحه وأم فناء أم زاراوية لم سدمدها وجودي نية بوية مصطلحه من المصطلحه السياسية بو سدمي خوي جي خوي بو بلان بو أم سدمد جي خوي نية بكاري بيانين بكار هناني لم سدمدها وبريني بسر خلقي ترى براسي ظلم كدن لكسكا وظلم كدن لمصطلحكش وكو خودي خوي يوادار إن شاء الله بم كمتواني متبان هندك لو ما تواتاني كفيزو بيجيني خواي قورا توفيق ما باك لسر راسي كان بردوان بين وبتوانين أويك واحق بيجي يعني بخلكي يا رب إخوائي يعني من خلوك يدو خوات وفقهم لا يبوا جايتي سباط بهنا بوزناب سلام السلام عليكم ورحمة الله